بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المناسبة العزيزة علينا على كل حامل للنفس الوطني نهني قناة الرافدين، القناة التي طالما كانت معنا وكانت مع المشاهدين وكانت مع الحدث العراقي ومثلت حقيقة بأمانة، مثلت البعد الوطني الحقيقي، كانت لسان حال الجماهير العراقية في الداخل. فلا بد لنا في هذه المناسبة العزيزة إلا وأن نتقدم من خلالكم إلى كافة الكوادر العاملة في هذه القناة وإلى القناة وكل من مرتبط بالقناة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتهنئة العزيزة، وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى من الله عز وجل أن يتقدم بكم إلى الأمام خطوات أخرى وإلى التوفيق وأن يحفظ الجميع.